اجدادي يا اغلى كل ما بالكون اموت بسحرك الهادي يا اغلى كل ما بالكون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. صباح الخير للجميع. اليوم انا سعيد دائما ببرنامج قهوه الصباح الجميع وسط هذه الطبيعه الخلابه. ايضا موضوعنا اليوم طبعا نشكر وزاره التربيه والتعليم والتربيه دائره التربيه الخاصه في مجال الاعلام لذوي الاعاقه, بحيث ان تم امس الملتقى في كان ورشه عمل لمده يومين تقريبا, كان يتعلق ب كثير ما يتعلق بذوي الاعاقه, وكانت لي محاضرة في التجربة العمانية الأولى في المجال الإعلامي وخاص بذوي الإعاقة. اليوم أيضا موضوعي وضيوفي كذلك من الطلبة سناء البريكية, وكذلك أيضا المؤيد السيابي وهو طالب أيضا, وكانوا أمس معنا في ورشة مشاركين معنا في ورشة العمل. أولا راح أسأل المؤيد. السلام عليكم مؤيد, كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سلطان على استضافتي في هذا البرنامج في قهوة الصباح. أهلا وسهلا. ثانيا أيضا سناء, أهلا وسهلا بك سناء ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سلطان, أشكرك أيضا على استضافتي في هذا البرنامج. نعم طبعا موضوعنا اليوم أيضا بسأل المؤيد وأيضا سناء, هم مع بعض كانوا أيضا معنا في برنامج التعامل عن بعد في مجال الإعلام والخاص بوزارة التربية والتعليم التربية الخاصة. نحن أمس شفناكم في قصتك, تحدثنا عن بالنسبة لضعيف السمع, من ثم أيضا تحدثنا عن حياتك. الحمد لله رب العالمين. زمان كنت أنا أدرس مع الأشخاص الناطقين في المدرسة, وكنت أواجه تحديات ما أفهم عليهم كثير, فكيف أن أنا أطور من نفسي أرتقي في تحصيل الدراسي. فبعدها تم انتقالي إلى مدرسة الأمل. جميل. أيضا سؤال التالي لسناء بالنسبة لحياتك للدراسة أيضا مدارس الدمج. نعم أنا أدرس في مدارس الدمج السمعي مع الأشخاص الناطقين في ولاية صحم أيضا في صف التاسع. جميل جدا. أيضا نحن بموضوع الإعلام كان وزارة التربية والتعليم كان هذا هو الملتقى الثالث, كان أمس ورشة عمل جميلة جدا. بالنسبة لي مؤيد, أمس أنا شفتك في برنامج زوم كان لك محاضرة, ما هي الفائدة أو النتيجة اللي خرجنا منها من هذه الورشة؟ نعم أنا كنت لما حضرت في هذا الملتقى كان أيضا هناك في خبراء في من الأشخاص اللي المكفوفين من الإعاقة السمعية, كنت أنا أطمح وأن أمل أن أكون معهم أشارك. جميل جدا. أيضا موضوعنا كثير من الكلمات اللي راح نعرضها اليوم في لغة الإشارة, بحيث أن الجميع يتعلم, المجتمع والكل ينتظر هذه الكلمات. نشاهد. ذهبي ذهبي فضي فضي رمادي رمادي. الآن نحن طبعا أنا كمذيع راح أتوقف وراح أعطي المجال لأول مرة كتجربة للمؤيد, بحيث أنه يكون كمذيع بنشوف النتيجة بعد ذلك نشوف المؤيد. تفضل مؤيد, أنت مذيع الآن. أنا مذيع إن شاء الله, أتمنى أن أكون مستقبلا أن أكون مذيع. أولا راح أسأل سناء, راح أسألك بالنسبة لك أنت, طبعا اسلم عليك اولا واهلا وسهلا بك, اسمك سناء البريكيه, اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي المؤيد.
أنا سعيدة جدا في خوض هذه التجربة الإعلامية. جميل جدا. سؤال التالي، أمس أنا شفتك في برنامج زوم. نعم، أنا تم يعني اختيار في هذا البرنامج لأكون يعني أن أكون في ورشة عمل في مجال الإعلام، متحمسة كثير، فكنت ألقي محاضرات بين الجمهور المختلفة، وأيضا كان حضور من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية. جميل، كان جميل جدا. سؤال التالي بالنسبة لك، كيف كان حماسك في النتيجة لما تتخرجي؟ ما تخصصك راح يكون؟ نعم، كنت أنا كان أهلي يعلموني ويلقنوني في مختلف المجالات الثقافية، إن شاء الله أعمل في المستقبل. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. أنا طبعا سعيد جدا بهذه التجربة. أنا طبعا سعيد أيضا أن أشاهد كثير، أن أشاهد المؤيد. أنا كمذيع أول كإعلامي أصم، لكن الآن نشاهد أيضا مذيع آخر وأيضا إعلاميين آخرين وممتازين جدا. كثير من الأسئلة، وكان في تحاور جميل جدا ورائع. إن شاء الله، الله إن شاء الله يحفظكم، وأيضا تنجحوا في دراستكم وتتخرجوا أيضا تتخصصوا في مجال الإعلام. سؤالي التالي لمؤيد، أنت تحب الإعلام، ليش اخترت الإعلام؟ اخترت هذا التخصص أو هذا المجال في كان في فترة في جائحة كورونا، كنت أثقف نفسي في مختلف الفيديوهات سواء داخل عمان أو في الدول خارج السلطنة، أيضا أشوف كيف الإيماءات، وأيضا أن أنا أنقل الصورة لإخواني الصم هنا، وحبيت هذا المجال. جميل، طبعاً نشكر كثير طبعاً جهده وخلال استغلال وقته في جائحة في التدريب والتثقيف. أيضاً بالنسبة لي سناء، أنت تحبي أنك بعثة خارجية إلى أمريكا لدراسة الإعلام، ليش؟ التخصص الموجود في يعني التخصص اللي أنا أرغب في أدرسه في خارج السلطنة، وإن شاء الله أن أطور من نفسي في هذا المجال. نعم، جميل. السؤال التالي بالنسبة لك أنت كأصم مذيع، هل مهم بالنسبة لك كأصم تكوني مذيعة أو أنه فائدة أو؟ نعم، مهم أن يكون الأصم يكون مذيع لنقل الثقافة ونشر التوعية للأخوان الصم العاملين معهم. جميل جدا. نعم، بالنسبة لي مؤيد، بالنسبة لمدرسة الأمل، وجودك في المدرسة أيضا هناك مشاركات كثيرة بالنسبة لك سواء في مجال الإعلامي، مجال المسرحي، التطوير والتأهيل، هل الفائدة اللي جنيتها؟ طبعا نشكر مدرسة الأمل في هذا الجانب. نعم، أنا كنت في هذا المهارات سكلت مهارات في مجال المسرح والتدريب، وطورت من مهاراتي كثير، وأيضا المعلمين القائمين على هذه لصقل المهارات أشكرهم كثير. جميل جدا، ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة. بالنسبة لمؤيد، بالأمس أنا شاهدتك في محاضرتك المتعلقة بالنسبة لتطبيق رؤية 2020-2040، أنه يكون أيضا الحماس وأيضا كبير جدا، أو أن تحقق أمالك وطموحاتك من خلال هذه الأعمال الإعلامية. نعم، سابقا ما كان عندي افكار كثيره وهذا، فبعد ما تم اختياري وتثقيفي في هذا الجانب، حبيت ان انا ارفع من وعي الصم والعميل معاهم ويطوروا من مستواهم ويكونوا على ادراك طبعا وعي. احنا موضوعنا اليوم كان جميل، وضيوفي اشكر المؤيد، شكرا جزيلا لك. كذلك سناء، شكرا جزيلا لك على وجودك. أشكرك كثير أخي سلطان. في نهاية فقرتنا اليوم، نأمل من الله سبحانه وتعالى، طبعا نشكر وزارة التربية والتعليم على تنظيم هذا الملتقى الثالث للإعلام ذوي الإعاقة، ونتمنى من الجميع وأيضا النجاح لذوي الإعاقة في مجال الإعلام. الله يحفظ الجميع، وإلى اللقاء.